مجدا ليسوع. ارفع كتابك المقدس، تعال نقولها مع بعض. جاهزين؟ خلينا نرفع كلياتنا، ارفع كلياتنا، خلينا نشوف مع بعض، قولها سوا. هذا هو كتابي المقدس، انا اؤمن بكل وعوده الصالحه تاتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. انا جاهز كي استقبل كلمه الايمان التي تزرع في فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف اتغير، سوف اتغير. شعب الله يقول اشكرك يا رب اليوم لاجل صلاحك، لاجل عملك في وسطنا. تعال يا رب الروح القدس اليوم المس كل شاب، كل صبيه، غيرنا يا رب الحق، حضرنا من اجل كل ما انت تريد ان تفعله في هذه السنه، سنه الكرازه، سنه الاحلام والرؤى، سنه 2016. يا رب عملك في حياتنا، في بيوتنا وفي عائلاتنا. غطي هذا المكان بالدم، حوطه بالملائكه. انت تمجد وحدك، انت تزيد ونحن ننقص، انت ترتفع ونحن ننخفض. ليس لنا فقط لاسم يسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول امين ثم امين ثم امين. هللويا. روح معي بسرعه الى انجيل يوحنا. انجيل يوحنا، جاهزين؟ نعم، قد اعلناها، هي سنه الكرازه وسنه الاحلام والرؤى، لكن في شيء الله بده يبلش يغير فينا نحن وبحياتنا نحن. واذا بتتذكروا باخر سنه 2015 كنت عم بحكي عن الانسان ضحيه احتياجاته، واذا بتتذكروا طبعا باخر سنه 2015 تحدثت عن اربع قصص بالحقيقه تعيق عمل الله بقرارات حياه الانسان وباولويات حياه الانسان. وقلت لك بالحقيقه الانسان بيحكم بحسب المظاهر، كلياتنا بننخدع بالمظاهر للاسف، وكلياتنا بننخدع بالمشاعر، المظاهر بتخدعنا، المشاعر بتخدعنا. وقلت لك ايضا كلياتنا بننخدع للاسف بالاحتياجات تبعنا، اللي انه ناكل ونشرب وننام ونلبس وننشاف وننسمع ونحب وننحب. وبمعنى من المعاني هيدول عم بيخلونا نصير ضحايا لقرارات خاطئه. أشخاص بالحقيقة بتقرر تتجوز على هذا الأساس، بتقرر تغير بلد على هذا الأساس، بتقرر بالشغل على هذا الأساس، بتقرر بالدراسة على هذا الأساس، وبالحقيقة بتلاقي بتفقد عمل الله بكل ما للكلمة من معنى. وآخر شيء اللي قلت لك عنه أيضا اللي بيحكم بحياة المؤمنين للأحيان والناس عادة هو الرفقة السيئة والضغوطات من المجتمع، الضغوطات اللي أنا بسميها البيرز، يعني الأشخاص اللي أكثر شيء هن حد منك، تلاقي خجل من الناس، بتتصرف بعض التصرفات حتى لما تزعل حدا إلى آخره، وبتلاقي حالك لقيت حالك ضحية أنك أنت قاعد بين ناس عم بخلوك تغلط، رغم أنه أنت جواتك ما بدك تغلط، عم بخلوك تاخد قرارات خاطئة حتى لترضي الناس بالحقيقة مش حتى لترضي الله. وبينك وما بين نفسك تبقى عارف بأنه اللي عم تعمله ما بيرضي الرب ومش بحسب روح القدس، لكن بالحقيقة عم تعمله مش تترضي الله، تترضي الناس، والناس تكون مبسوطة منك وبعدها عم تحبك وقبلتك بالمجموعة إلى آخره. أنا اليوم بدي شجعك بأنه الرب يحررنا، لأنه في شيء الله بده يبلش يحطه بحياتنا كمؤمنين، اللي هو على أي أساس أنا وياك اليوم عايشين على هذه الأرض، على أي أساس؟ لأنه الناس عامة عايشة على هذه الأرض ناس مستهلكة، عم سمعني؟ وبالحقيقة عم تستهلك خيرات هذه الأرض بشكل من الأشكال. ولأنه أنا وياك عنا كثير إشياء نستهلكها، وبالحقيقة لأن نحن أجساد، وبهذا بالجسد تبعنا في احتياجات دائما، وما رح تنتهي هذه الاحتياجات لا يتغير هذا الجسد لنصير لابسين أجساد ممجدة ونطلع على محضر الرب. لكن طالما عايشين بالجسد، طالما عنا احتياجات، وطالما عايشين على الأرض، طالما رح يضل عنا احتياجات. إنما أني أنا عيش من أجل أني سد احتياجاتي الجسدية بين هلالين، يعني عم عيش للجسد، أو أنه عيش بالحقيقة من أجل الهدف اللي أنا خلقت منه وفي وعد إليه، إذا أنا بصدق إيه ولا لا. هون ببين إذا أنت مؤمن إيه ولا لا، لأنه الإيمان هو مش بس صلاة أنا بصليها،
ويوما ما بجيبول انا صليت صلاه اقول وراي وبتعرف الناس تقول لك قول وراي يا رب يسوع انا خاطب توب الى اخره وبمعنى من المعاني انا برافو مبروك عليك الحياه الابديه صليت انت امنت وتغيرت حياتك لكن بالحقيقه ما في شيء تغير اذا انت بعدك عايش للجسد لانه جميع السالكين بحسب روح الله هم بالحقيقه اولاد الله قول معي الذين السالكين بحسب روح الله هم بالحقيقه اولاد الله مين طلع اولاد الله بحسب روما لصح 8 اللي هن بيسلكوا بحسب روح القدس اللي عايشين مش للاحتياجات الجسديه لكن عايشين للروح القدس للدعوه السماويه وانك تهمل الدعوه السماويه بالحقيقه انت عم تهمل سبب وجودك ووجودك هون على الارض عم سمعني لانه انت مش عايش بس لتاكل وتشرب وتنام انت مش بس عندك غريزة يعني مثل كل الناس اللي عندهم غرائز بتعيش كرمال هذه الغرائز وبتحقق هذه الغرائز لذة الاكل لذة الشرب لذة انك تنشاف لذة انك تنسمع لذة انك تحب وتنحب الى اخره وتعطي الاحتياجات تبع الجسد وانك تعيش كرمال هدول القصص وللأسف اليوم كل الانفاق تبع مجموع الانفاق باي مكان في هذا العالم اليوم باي دولة في هذا العالم بتلاقي هي بتحددها هدول القصص واذا بتطلع مثلا هلا بين هلالين يعني انا بتعلم حتى من كوريا الشماليه بتعلم اشياء كثيره من كوريا الشماليه مع انه طبعا كلياتنا بنطلع بانه شو هالبلد اللي عايش تحت الظلم عرفتني وتحت القمع تبع الشيوعيه اللي بعده لحديث هلا سائد هنيك وسموه محور الشر بالعالم الموجود هنيك بكوريا الشماليه اللي طبعا الحاكم الدكتاتوري الاشخاص اللي بتعرف الحاكم تبع كوريا الشماليه بين هلالين اذا بتطلع بين الناس اللي هنيك هنيك ممنوع الانترنت ممنوع الدش ما في غير اذاعه واحده بيسمعوها وبس وممنوع ويحضروا تلفزيون واحد بس بيشوفوا الزعيم عم بياكل وبيشرب هذا تلفزيون تبعهم انترتينمنت وبتلاقي الاكل محصور ببعض القصص في كثير اكل ما بيعرفوا فيه مش موجود وبتعرف ممنوع يسافروا يعني في قصص ممنوع السيف تعرف انه الشيء اللي عملته كوريا الجنوبية مؤخرا واعترضت عليه كوريا الشمالية شيء بيضحك بالنسبة لي بانه صاروا يحطوا على الحدود على الحدود بين كوريتين صاروا يحطوا شاشات تلفزيون عملاقة وبس دعايات بس لشوفوا الحياة هناك كيف لان الناس هناك ما بيعرفوا شو فيه بس تقطع هون شو فيه بقى بالنسبة لهم مفتكرين كل العالم مثل ما هن عايشين بس تعرف بين هلالين إذا أنا بتطلع هلا في قمع في كل هدول كل هاي القصص معك ومية بالمية لكن إذا عم بتطلع بلاقي إنه إيه الناس بس عايشة يعني بشكل من الأشكال فيك تعيش بلا إنترنت وبلا تي في وبلا من كثير من المأكولات وبتعيش $50 بالشهر عم طلعوا فيه حمرة ما بيشتروا لي $50 شو بيشتروا لي شو بيشتروا $50 إذا بدي اشتري اثنين شاورما كل يوم بدي أكثر بس هنيك عم بيأكلوا وبيشربوا وعايشين ببيوت وبيلبسوا وبياخدوا $50 بالشهر فارس لا بتعيش بيدفع أجار تعرف انا عم فكر فيها بين هلالين بانه الموضوع اذا هلا طبعا شيء بيضحك انه نحن ما بنعيش هيك وبنطمح انه نعيش احسن انا معك 100% لكن عم وصل لك رساله عم وصل لك بانه الاشياء اللي نحن مقتنعين بانه بننفق كل حياتنا من اجله وصرنا مش قادرين نعيش من دونها بالحقيقه مش هي الحياه شو بكم إذا بتتخيل اليوم إنسان قاعد بالقبر ميت أسمعني وفي الجسد شو بصير بعد الموت الجسد بينحل وكل كل الأشياء بهذا الجسد بتلاقي صار التراب وبينحل كليا لكن كل الإنفاق 99.999 من إنفاقنا ومحور حياتنا وهذا الجسد اللي رح بصير بالصندوق وبيقعد بمترين بمتر لربما انا ما عم بقول لك بانه ما في مجال انه انا وياك بعرف انه احنا جسد وبعرف انه نحن عندنا احتياجات وبعرف انه احنا ما بنعيش على البطاريه
محتاجين ناكل، محتاجين نشرب، محتاجين نلبس، لكن نخلي محور حياتنا هدول القصص. بالحقيقة نحن ننقض الإيمان المسيحي اللي بيقول اطلب ملكوت الله وبره أولا. وكل تلك الأشياء، لما كان عم يحكي عن الأشياء كان عم يحكي عن اللباس، كان عم يحكي عن الطعام، وكان عم يحكي عن الشراب، لإن شاء الله قريبا رح بلش أعلم عن هذا الموضوع اللي هو وعظة يسوع على الجبل. كل محور وعظة يسوع على الجبل هي تغيير لكل المقاييس. كيف أنا أحيا لكي أشبه الآب؟ كيف أستطيع أن أفهم قلب الآب؟ قلب الحياة الإيمان، قلب الحياة الروحية، لب الحياة الروحية. هي مش ترنيمة برنمها فقط وحبيتها ووقف شعر بدني، أو إيمان اعتنقته كنت أوقف وأقعد بكنيسة هلا صرت نط. الموضوع مش موضوع عقيدة فقط، العقيدة هامة وعلينا أن نفهم كيف الله يفكر، لأنه العقيدة هي لدخلة بشو الله علمنا، كيف هو بيشوف. لكن أساس كل العقائد هو أساس أنا ليش عايش، هدف الحياة، الهدف من وراء أي شيء. اسمعني، وبشكل من الأشكال بتلاقي حالنا أنا وياك مثلنا مثل غيرنا، صرنا نشتغل ننفق منعيش، نشتغل أكثر حتى ننفق أكثر، حتى نعمل إشياء مشاريع ونطمح لألا. وحتى محور صلواتنا، اسألك سؤال اليوم، إذا الله اسمعني، إذا ما سمعت شيء اسمعني جد لك الله. إذا الله اليوم بحقق كل صلواتك، عارف شو؟ إذا الله بيستجيب، هل أنت شو عم تصلي؟ بتقول ما عم تصلي. إذا الله بحقق لك كل شيء أنت بتصلي فيه، إذا أنت هلأ عندك طلبات جواتك، إذا أنت عندك طلبات، إذا الله هلأ بيستجيب لكل صلواتك، بدي أسألك سؤال، شو اللي بتغير؟ عالمك أو العالم؟ شو اللي بتغير؟ تلفزيونك بتغير يمكن؟ الله استجاب، صار 55 إنش، يس، ألترا إتش دي، كل مرة بيطلعوا لنا بوحدة بزيدوا حرف، ألترا إتش دي، شو هلا كمان شو؟ شاشة رتينا، فهمتيها؟ لأنه هاي للعيون تعمل كلام كبير. شو بتغير؟ إذا أنت عن جد عم بتصلي اليوم، شو بتغير بهذه الصلاة اللي أنت عم تصليها اليوم؟ وضعك، حياتك، أم العالم؟ لأنه في شيء طبعاً بالذهنية تبعنا أنا وياك، ذهنيتنا صارت ذهنية عاطلة، ذهنية مش بس ذهنية مسيسة بالسياسة، لكن ذهنية بالحقيقة فاسدة بالإنفاق والعالم والمشتريات والدنيا والقصص اللي بدنا نعملها والأحلام والطموح إلى آخره، لدرجة بأنه عليسة حياتنا ما في أصلا شيء اسمه الله غير أنه بيمضي نحن شو بدنا، ما في شيء اسمه الملكوت. شكر الله من أجلكم، هاللويا. حس حالي عم غني ترارارارارار، مفروض أن يكون أنا اللي جات لك مش أنتو، يعني مفروض أن يكون أنا مغير علي الوقت. شيء عجيب بأنه محور حياتنا في هذه الأيام هو المستقبل. اسمعني بتقولي بس هدول مهمين يا أسيس، لا ما عندي شك أنه هدول مهمين، لكن مش هدول هن الأولوية. نحن عملناهم الأولوية، نحن صرنا حتى حطينا الله، إذا ما بيعملنا إياهم بطل الله، وإذا الله ما بيستجيب منزعل منه ومنخانقه، نعمل مشكل ومنحس إنه شو هالكنيسة شو هالأسيس شو هالرب ما مستجيب صلواتي، بعدني عم بحضر على 47 إنش، مفروض 55. ليه فعلا أنا وأنت يا أحبة كل فترة وفترة إذا مفتكر بأنه في حدود لهذه القصص، ما لها حدود. أنتم ملاحظيني أحبة، حتى كل شيء صار له سوق. عم سمعني؟ العالم كله بتعرف عم نحضر للأيام الأخيرة.
عم نحضر. بتعرف الايام الاخيره هلا في ناس رح تنبسط اذا بقول هالكلمات، لانه بالنسبه لها واو شو حلو. يمكن حلو من ناحيه البشاره، بس مش حلو من ناحيه التجاره. بالايام الاخيره رح تسقط كل الحدود، اسمعني، لانه رح بصير في امن موحد لكل العالم، لانه رح بصير في باسبور موحد لكل العالم، وبالحقيقه رح بصير في هويه موحده لكل العالم، لدرجه بانه ممكن يحطوها بايدك او على جبينك. هويه لكل الناس، بمعنى المعاني ما بقى فيك تعمل ولا شيء، لانه الاقمار الاصطناعيه مرقبتك والسلولار اللي بجيبتك بالحقيقه عم بيقول انت وين. ما بسمعوني؟ لانه هلا ساعت اللي بدهم فين يسمعوا كل شيء انت عم بتقوله، يعرفوا شو بتعمل، وحتى فين يعرفوا حسابك بالبنك والرقم السري تبعك اذا بدهم. شايف هدول هاكرز بيقدروا يفوتوا على محل، حيالله محلات الاشخاص، ويقدروا يكتشفوا باسوردات ويفوتوا ويعملوا بدهم ويسرقوك. انا ما عم خوفك، بس احنا شوي شوي واصلين لهونيك. العالم كله صار عالم الكتروني، ومشان هيك رح اقول لك بيجي وقت رح اقول لك ما بقى الا لزوم الحدود، لانه الحكومات بس صار هدفها انه ترسم سياسات. طالما في ناس عم تجي يعني الانفاق عم بزيد، يعني في فلوس اكثر عم بتفوت على محفظة الدولة. مشان هيك خلي الناس تجي، ما في مشكلة، طالما بيعمل نحن شو بنقول له يعمل. مهم انه ما يكون حامل شيء، ومهم بالنتيجة كمان انه يدفع ضرائبه. نسمعوني احبه، تعرف لما هذا كله هيك عم بصير، الهدف منه هونه ينخلق شيء بالعالم اسمه سوق العالمي للتجارة، للتبادل، للسلع، لأنك أنت تصير أكثر وأكثر من شغل بأنك تنفق وتعمل وتسافر وتجي وتشوف. السياحة تجارة، العلم تجارة، الطبابة تجارة، الأدوية تجارة، اللي هي كانت الطبيب كان بالحقيقة خادم. تعرفوا الأطباء قديماً كان في عندهم قسم وحلف يحلفوه، لأنه بالحقيقة ما في طبيب إلا عمل طبيب لأنه رسالة. اليوم الأطباء مش هيك. شيء ما أنا وأنت، إذا نحن ماشيين بهذا الجروفة، بهذا النهر اللي أخذ العالم كله، ووقفنا وقلنا يا رب ليأتي ملكوتك منصليها، ليتقدس اسمك منصليها، لتكن مشيئتك منصليها، لكن بالحقيقة ليأتي ملكوتي ليتقدس اسمي ولتكن مشيئتي دائما مثل ما أنا بدي. وإذا أنت ما بتعمل مثل ما أنا بدي، بحقد عليك، وأكيد بحقد على القسيس. دائما بتطلع براس القسيس، ما بعرف ليش بحقد عليك وعلى القسيس، وبتنحر وبطل صلي بالكنيسة، وبطل اقرأ الإنجيل لفترة، وبصير بقول شو هالكنيسة وشو هالناس هدول اللي الله ما بيعمل شو ما أنا بدي. الله ما بيعمل شو بدي، قليلي ما بطيعني ربنا. اسمعوني أحبة، في شيء غلط، في شيء غلط بمفهومنا. مشان هيك بديك تشوفها بيوحنا اليوم، لأنه هي سنة الكرازة. أنا وياك علينا أنه نكون صوت صارخ في برية هذا العالم، أعدوا طريق الرب. اسمعوني أحبة، يوحنا المعمدان الله أقامه لكي يعد ليسوع المجيء الأول، لكن الله أقام الكنيسة في الأيام الأخيرة لكي تكون صوت صارخ في برية هذا العالم، أعدوا طريق الرب للمجيء الثاني. وإذا أنت ما عم بتكون هذا الصوت الصارخ، بدي لك شيء مزعل مني، ما في سبب أنك تعيش، ما في سبب أنك تأكل وتشرب زيادة عدد في 7 مليار، يعني تأكل وتشرب وتنام وتلبس وتعمل مشاكل وتشتري وتروح، وبعدين تمرض لك شي مرات تقول يه صلوا لي دخلكوا ويه صار معي مشكلة. عبالك تعرف شو الإنسان كلياته غبار، يظهر قليلا، تعيش هون فترة مش مطول. أسمعوني؟ تعرف لما بسمع الأخبار وبشوف إنه بالحقيقة كل يوم، تقريبا كل يوم، حوالي 20 لـ25 مهاجر من تركيا لليونان بيموتوا غرق، تقريبا كل يوم، في منهم تقريبا كل يوم بين 6 لـ10 أطفال بيموتوا، عم نحكي تحت 10 سنين، تقريبا كل يوم.
أوقات أكثر، أوقات أكثر من 25، أوقات بيوصلوا 30، أوقات 40، وأوقات 100. هدول لما بتسمعوا فيهم على الأخبار بقوة. بس المعدل تقريبا بين 20 و25 واحد كل يوم. كل يوم الناس تفقد حياتها، كل يوم الناس تتعرض لأمراض. أنتم ملاحظين بأنه حمد الله، يعني حمد الله حمد الله، نظافة لبنان مهفهف. لبنان مخلينا عايشين من دون مرض مجدا ليسوع. نشكر الله، نشكر الله على الهفاف. تمشي أول ما تفوت على البلد بتشم ريحة الغار والياسمين. تقول ما أجمل رائحة بلادي. رح يجي نهاري أحبه، قلت لك العالم كله رح يصير قرية وحدة، رح يصير عالم واحد، وهذا بيوحد. اسمعني، هذا بمهد الطريق ليصير في رئيس واحد للعالم. ولما بصير في رئيس واحد للعالم حضر حالك، لأنه رح يقلنا هذا الرئيس: اسجدوا للوحش ولسمته حطوه على إيديكم على جبهكم، حتى اللي تقدروا تشتروا وتبيعوا. لأنه العالم كله رح يصير كناية عن أرقام. اسمعوني يا حبا، أنا ما عم خبرك شيء هيك فيكشن بتحضره بالأفلام، عم خبرك شيء لربما سنة سنتين ثلاثة عشرة ومنذكر بعضنا. كل الأحداث اللي عم تشوفها هلا بالشرق الأوسط هي مش بس مجرد داعش وهذه القصص، عم تحكي عن العالم الجديد اللي رح يصير. كل الأحداث، كل شيء، كل العالم كله اليوم عم يتحرك بتشتري وبتبيع بالمال. اسمعني، تعرفوا ان كل احداث الشرق الاوسط الا دخل بالفلوس. ناس تكرم مبادئ وقفوا الجوعمه بيقولوا لك الكفار، في ناس يحكوا هيك، ناس ثانيه بيقول لك الامبرياليين الراسماليين عم يسيطروا على ثروات وثورات الشعوب. كلام كبير الحقيقه، كلها هذا كلام فارغ. هذا هو الكلام ماني هاني. وانا وياك اليوم جزء من هذا العالم اللي عم نشوفه راكد وراء إله المال، راكد وراء الآلهة تبع هذا العالم. وانا وياك عم نعمل نفسي، غير انه بس اللي بتفرق انه مجي نهار الجمعة نصلي، نهار الأحد نصلي، واوقات نقعد بالبيت ومنقرأ الإنجيل. لكن محور حياتنا، النفس اللي منتنفسه، سبب وجودنا. روح معي إلى يوحنا الإصحاح 15. يوحنا 15. هاليلويا، قول هاليلويا. ما عجبتني، قول هاليلويا. برضو ما عجبتني، قول هاليلويا. مجد ليسوع. الإصحاح 15 من يوحنا. أنا الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كرام يعني جورج. هللويا. خاص تعرف شو معنى جورج بالأصل اليوناني؟ يعني الكرام. يورغوس. يورغوس يعني الكرام. يعني اسم الآب. تخيل اسم الآب عليك. هللويا. كل غصن فيها لا ينتج ثمرا يقطع. قول معي كل غصن، ما حدا عم بقول شيء. قول معي كل غصن لا ينتج ثمرا يقطعه. لاحظ قال: وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيد. انتم ملاحظين كل النقطه بهذا القصه هي الثمر. كل النقطه أن نثمر. اسمعني، كل النقطة إذا بتقرأ بمرقس الإصحاح 11 بأنه يسوع لعن التيني. طبعا يسوع لعن التيني لأنها لم تكن مثمرة، إنما أيضا يسوع لعن التيني لأنه بتشبه الشيء اللي بسميه بالسفر التكوين محاولة البر الذاتي لستر العيوب.
لخداع بمعنى من المعاني انه انسان بيعمل حاله تقي لكن ملان بالحقيقه ولا شيء فارغ من دون ثمر. الله ينظر الينا اليوم على مدى اسمارنا في هذه الحياه. اسمارنا له دخله مش بس بقديش ربحت نفوس، لكن قديش بالحقيقه منشغل بالملكوت، قديش منشغل بالمشيئه، قديش منشغل بقلب الله، قديش منشغل بعادات حقيقيه معه. النهار الايام القادمه الكذا الاحد او الجمعه القادمه ربما خبرك على الخرافات عن عادات مع الله، لكن شو العادات الحقيقيه مع الله؟ محور حياتي وحياتك هي الثمر. سؤال كل غصن فيها لا ينتج ثمرا، طب منيح خلي لا على هاي لا ينتج ثمرا، طب ما عم في وراء وما منيح وعم بدفي الناس، لا 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 انا ما بيهمني اذا في وراء، لا انا ما بيهمني انه بعد فيه حياه، انا ما بيهمني هدول القصص، انا بيهمني اني اشوف فيه ثمر. اذ لا ينتج ثمر اقطعه. ما عم سمعوني؟ مش انا اللي عم بحكي، اذا زعلان مني برجع استراليا. زعلانين مني حاسس شو جايينا؟ ايش بدك منا؟ لاحظ كل الفكر، كل ما يتحدث عنه الرب، لأنه إلهنا واقعي، لأنه إلهنا بالحقيقة حقيقي. يسوع عم بيحكيك شيء ما عم بيخفي علينا. أنا الكرمة، أبي هو الكرام، أبي بده يقطف عنب، أبي بده يأكل ثمر. كل غصن لا ينتج ثمرا يقطعه، وكل غصن ينتج ثمر شو بيعمل فيه؟ ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر. الهدف أنه يزيد الإنتاج. يعني حتى اللي ماشي حاله وعم بينتج راب عم بقول أنا بدي إياك تنتج أكثر بعد. من أجل أن تنتج أكثر. عشان هيك كل شيء الله عم يعمله بحياتي وبحياتك، في الكنيسة، في تعليم، في الخدمة، في التدريب، في التلمذة، هي من أجل أن ننتج ثمر أكثر، مش من أجل أن نمتلئ بمعلومات أكثر. ما عم سمعوني؟ مش من أجل أن نصير أن نعرف نشارع شهود يهوى، وأنه نقدر نفتح الكتاب المقدس ونلونه. مش من أجل أنه نلاقي حالنا صرنا عم نعرف نصلي مثل ما بيصلي فلان أو مثل ما بيصلي فليتين. نشكر الله من أجل صلوات الكل، وإن شاء الله كلياتنا نتعلم نصلي، لكن الهدف أنه نصلي ليأتي ملكوتك، ليتقدس اسمك، ولتكن مشيئتك. نصليها ونعيشها. ليش عايش؟ طلب حدا كله لشو عيشتك؟ للهم والقهر؟ ها؟ سؤال عم بسأله. يعني لما بتاكل بتشعر به؟ عم دور على حياة أفضل. تعرف أشخاص كلياتنا لأنه عنا طموح، لأنه نحن أذكياء، لأنه في راس فيه دماغ بفكر، عرفتني؟ بصير نحن دائما كل إنسان محور حياته أنه لقي طريقة عيش أحسن. وما في شيء غلط أنك تعيش أحسن، وتلاقي أنه مثلا كل محور حياتك أنه بدنا بيت أحسن، بدنا ظروف حياة أحسن، بدنا معاش أحسن، بدنا مدخول أكثر، بدنا مستوى علمي أحسن، بدنا ثقافة أكبر أوسع، بدنا معاش أعلى، بدنا مركز أحسن، بدنا بلد أحسن، بدنا أجواء أحسن، بدنا جوز أحسن، بدنا. وبتعرف ما في حدود، وبتلاقي حالك صرت عايش من أجل هذا. طلع أنه شو هالجوز اللي أعطاني، بدي أحسن، أنا بستاهل أحسن. طلع هاي مرة هاي بستاهل أحسن.
لأنه نحن عم نتحسن، مش هيك؟ بس بالحقيقة أنت مش عارف إنه بالحقيقة أنت عم تتدهور. وبتلاقي بأنه هيدول القصص عم بيزيدوا وعم بيزيدوا، وبتلاقي أشخاص إذا بتطلع بالدياجرام تبع حياتك من كل النواحي بتلاقي إنه عم تتحسن عم تتحسن عم تتحسن، بس إذا بتلاحظ بالدياجرام الروحي بالمقابل ما عم يتحسن أبدا. إذا ما عم بينزل نزول بالحقيقة ثابت وما عم بيتغير شيء فيه. ما عم سمعوني؟ لا مزبوط؟ شو بكم صح ايه ولا لا؟ حدا بيقول مزبوط صح؟ معك حق أسيس؟ في شيء صح؟ لأنه بالحقيقة الهدف تبعنا محور حياتنا هي إنه نشوف هيدول القصص حتى نلاقي ذاتنا. أوقات بتطلع مثلا أشخاص تعمل قصص عن شو عم بتدور؟ عم بتدور على الاستقرار الاجتماعي، عم بتدور على الضمان الاجتماعي، مش هيك؟ أشخاص إذا أنت تركت بلد ورحت غيرت على بلد لأنك عم تدور على الضمان الاجتماعي، عم تدور على الاستقرار الاجتماعي، عم بتدور على الأمان، مش هيك؟ هذا اللي عم بدور، هدول الأشخاص عم بيهجروا، مش هدول عم بدوروا عليهم صح؟ ما هيك؟ وبتلاقي بمعنى المعاني راح لأنه عم بدور على هدول القصص ولاقيهم، لقى هدول القصص لربما بشكل بالأشكال، لقى هدول القصص لكن تعرف وصل لمحل بأنه لقى أنه الحياة مش بس استقرار وضمان اجتماعي ومش بس هدول القصص، لأنه لما صار عنده إياهن بقي في عنده سؤال تاني يقول أنه أنا لشو عايش؟ رب حكي مع بولس الرسول قال وفي الحال أنا لم أعاند الرؤية السماوية. عم نحكي عن رؤى، عم نحكي عن أحلام. بدي أسألك سؤال، ليش الله بده يحكي معك طالما أنت أصلاً ما رح تعمل شيء من اللي الرب رح يقول لك إياه؟ ليش بده يحكي معك؟ إذا أنت مفتكر بأنه الله بس حتى يلبي احتياجاتي أنت فهم غلط. أنت مش محتاج للرب، أنت محتاج لفانوس سحري يطلع لك مارد يقول لك شبيك لبيك عبدك بين يديك طلب وتمنى. في ناس مفتكرين الكتاب مقدس هيك بيحكوا عليه، تعالوا واحد هيك شبيك لبيك بكون عم بيطير عادة لأنه تحت ودخان فوق ده شبيك طلب وتمنى طلب وتمنى. شيل كل زعماء لبنان حطهم باخرة بعتهم عشي زي حطهم في جزيرة كلها ياتهم هيك مع بعض خليهم يحكموا بعضهم هاللويا ما يلاقوا شعب يحكموا طلب وتمنى. كل غصن يأتي بثمر أنقيه، كل غصن لا يأتي بثمر أقطعه. ليش كمل وقال فاثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن ينتج ثمرا إلا إذا ثبت في الكرمة، فكذلك أنتم إلا إذا ثبتتم فيا. عم يعطيك شو اللي بيخلي الإنسان يثمر؟ هي علاقة حقيقية مع يسوع. ومشان هيك أنا رح خبرك عنها الأيام القادمة. بس بين هلالين تعرف هذا شو معناتها؟ معناتها في علاقة مزورة. يعني في أشخاص فهم الحياة المسيحية غلط، فهم الحياة المسيحية مثل ما قلت لك الله بيلبي احتياجاتي، حتى محور صلواتها، محور قراياتها، محور ليستة الصلاة، محور خدمتها، محور كل شيء بيعملوه هو الأنا. اسمعني؟ وبتلاقي شيء غريب بأنه كل شيء أنا وياك عم نتعلمه أنه عم نتعلم بأنه بالحقيقة نحن ينبغي أن ننقص وهو ينبغي أن نزيد، بأنه بالحياة هذه بالحقيقة إذا بدك عن جد تثمر عليك أنك تثبت فيه. ورح خبرك شو معناتها تثبت فيه، لأنه في أشخاص تقول أنا بقرأ، أنا بصلي، أنا بحضر، أنا بعشر، كل هدول أشياء منيحة ونشكر الله من أجلهم، لكن بالحقيقة أنك تثبت فيه معناتها أنك تعمل مشيئته.
إن ثبتتم فيا كما أنا فيكم. قال هدول الأشخاص يأتون بثمر، لكن لاحظ كمل بعدين عم يحكي بصراحة الرب، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من يثبت فيا وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا، فأنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بمعنى من المعاني هلأ صرت أفهم ليش في أشخاص عايشة لحالة أو لنفسها، لأنه بالحقيقة غير ثابتة في المسيح. قد ما بدك صلي ورنم وعمول اللي بدك إياه، بس إذا أنت عايش لأجل احتياجاتك ولأجل إنفاقك ولأجل أمورك، عرف بأنك غير ثابت في الرب. شو بكم؟ لا ولا بلا؟ ليش كمل وقال الكتاب؟ قال إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ثم تجمع الأغصان الجافة وتطرح في النار فتحترق. ما اسمعني هلأ صرت أفهم ليش في مؤمنين جافين تعبانين قاعدين ببيوتها مكسرين، ما عم يقدروا يصلوا، ما عم يقدروا يعملوا شيء، ما عم يقدروا يعيشوا حياتهم المسيحية، غير ثابتين في الرب. ما في مشاكل بالكنيسة، كل كنيس فيها مشاكل. اوعى تفتكر غيرت كنيسة بتمزت واو شو حلو، بس لأنك ما بتعرف شو فيه. انطر لك شهرين ثلاثة أربعة بلش تعرف فلان عم بيحكي هيدا وهيدا كان كمان انتو هون. تغيرت الأسامي بس الأحداث هي ذاتها. رح تفاجأ وين ما بروح، لأنه بقعد مع كل المؤمنين لذي مثلا بيجوا بخبروني قصص بيفتكروا أنا مش عارف وين عم خبروني. شو عم تحكي؟ لا بكل كنيسة، بكل كنيسة في قصص ونفس القصص هي ذاتها بكل كنيسة. بكل كنيسة في برنار وجو وفارس ونجوى وهند وعايدة، كل كنيسة غير أسامي. كل كنيسة، كل كنيسة في بشارة، وفي كل كنيسة في أشخاص، ومحل ما في أشخاص في قصص. والحقيقة بتعرف شو؟ لأنه البشر هن ذاتهم، ولأنه البشر عندهم نفس القصص، ولأنه إبليس هو ذاته، ولأنه الخطية هي ذاتها، ولأنه الأنانية هي ذاتها، ولأنه الكبر هو ذاته، بتلاقي نفس القصص عم تصير هي ذاته، نفس المشاكل. صرت بالآخر حفظهم عن غايب، صرت عندي خبرة. إذا حدا بده أي استشارة بعت وراي، يعني خبرة 17 سنة في كنيسة الحياة الفياضة تغنيك عن كل ال... هاليلويا. نشكر الله من أجل الناس، لكن نفس الوقت يا أحبة، إذا أنت مفتكر بأنه المشكلة اللي عم تخليك جاف هي كنيسة، المشكلة عم تخليك جاف هي خدمة، المشكلة عم تخليك جاف هي ناس، المشكلة عم تخليك جاف هي قصص، انت غلطان. اللي ما عم بيخليك تكون جاف وانك غير ثابت في الكرمة. لانه مش انا الكرمة، ما قال الكتاب المقدس الاسيس هو الكرمة، ما عليك، ما قالش يا مفتري، ما قالش. قال أنا الكرمة الذي يثبت فيا. أن تثبت فيا يعني أنك تملك قلبي، أنك تملك دمي، أنه يسلك فيك كل كلمة أقولها، أنك عايش لخدمتي ولطاعتي ولملكوتي ولبري. هاللويا. أنا ثابت في يسوع. قال الذي لا يثبت فيه جف ويطرح خارجا، ايش كمل وقال؟ قال وتطرح في النار فتحترق. تعرف صرت اعرف ليش في كثير مؤمنين محترقين، زين فحمين. تلاقي في مؤمنين مفحمين، شايف لك مؤمن مفحم؟ كم واحد شايف مؤمن مفحم؟ مفحم يا معلم، مفحم. بس هيك تلاقي شكله، تلاقي الناس برا سهاك احلى من المؤمنين، لانه فحمه هو محترق على الاخر. شو اللي خلى يصير هيك هذا يا عمي؟ غير ثابت. ثابت بمين؟ بالكرمة.
ناس معوني أحبة، أنا عم بحكي هالكلمات من أجل أني شجعك مش من أجل أني أحرك. تكون عندك علاقة حقيقية مع يسوع من أجل الإثمار، لأنه الحياة المسيحية مش أنه بطلت سب، وللأسف أنه بعدك بتسب. شو عملنا؟ حياة مسيحية مش أنه بطلت إزني وللأسف بعدك عم تزني، بطلت كذب وللأسف بعدك عم تكذب. حياة مسيحية مش ترتيلة ورقصة وألسنة ولقاء، حلوين وضرورية وبدنا نعملهم، لكن مش هيدول هن القصة. القصة أنه أنا وياك نور العالم، ملح الأرض، أن نثمر. رح فرجيك، لاحظ، لاحظ كما قال الكتاب، قال ولكن إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون يكون لكم. ما بسمع، قول ما إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون يكون لكم. بتقول لي كل شيء كل شيء كل شيء، بقول لك كل شيء. تلي يعني هلا اذا انا بثبت بالرب بطلب شو ما بدي بيعطيني؟ ايه. تلي يعني اذا ثبت بالرب بقول له بدي فراري بيعطيني؟ لا، لانه ما بتكون ثابت بالرب اذا عم تطلب فراري. تكون يعني فاهمها غلط انت. بس اذا عايز فراري بوقت من الاوقات رح يعطيك من اجل الاسمار. رح فرجيك اياها يا احبه. عاش كامل وقال روح معي تعال الايه 16، لانه ما بقى عندي وقت نهار الاحد رح كمل. بقول هيك ليس انتم اخترتموني. قول معي الكلمات ليس انتم اخترتموني. بعد مره قل له حدك، قل له هالكلمات، قل له ليس انتم اخترتموني. سمعك؟ تأكد أنه سمعك. قلهم نجيد ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. مين اختاركم؟ مين؟ كرمال شو؟ لاحظ، قال بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثمرا. لهذا هو السبب، سبب أني قد اخترتك وعينتك أنت بالذات من أجل أن تثمر. وثمركم يدوم. قول معي وثمركم يدوم. بعد مرة، بعد مرة. قال ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثمرا ويدوم ثمركم. لاحظ، فيعطيكم لا، فيعطيكم لا، فيعطيكم لا، فيعطيكم لا. بمعنى آخر الأب يعطيكم إن أتيتم وأنتجتم ثمر ودام ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمه. هذا دليل بأنه بالحقيقة لما بتثمر بتكون عم تعمل مشيئة الآب. إيه رح يعطيك كل شيء لكي تثمر أكثر، لأن الله بيبارك الشخص اللي بيثمر كثير. وكل ما أثمرت كل ما هو عم بحط بحياتك أكثر لكي تثمر أكثر. وإذا كنت لا تثمر تقطع وتطرح خارجا فتجف. ليه في ناس منشفة؟ وليش في ناس مفحمة؟ كنت اندهش انه طيب ليه؟ ما أسيس في مشاكل وكنيسة عم تأثر علي. بتأثر عليك بتبطل تحب الرب؟ في مشاكل وكنيسة؟ مع انه نحن كنيستنا ما فيها مشاكل. انا ما شايف في مشاكل، في مشاكل الحمد لله، كل مشاكل على الفارس. انا ما كبه هوني، ونحن مع انه نحن الكنيسه الوحيده ما عندنا مشاكل. هاليلويا. امتى اخر مره سمعتوا عن مشاكل؟ ما في، من زمان ما سمعت عن مشاكل. انت فاهم انه في كنيسه بالعالم ما فيها مشاكل؟
اسمعني، هل الكنيسة كانت كاملة النهار اللي أنت جيت؟ كنا تمام كتير. محل ما أنت بتروح بتجيب المشاكل، تعرف؟ محل ما أنا بروح لأنه أنا وياك بشر ناقصين. وبالحقيقة أنا وياك كل واحد ما بتعرف كيف ربيان، كيف بفكر، واللي أنت بتشوفه صح غيرك بشوفه غلط. عشان هيك بولس رسول قال إذا كان في شيء صح هو برأيك صح، إذا كان في شيء غلط هو برأيك غلط. ما تعمم شيء إذا مش هكذا قال الله. ألو صح ولا لا؟ إذا مش هكذا قال الله خليه عندك، هذا برأيك، احترم رأيك. لكن النقطة هي التالي اليوم، إذا أنت مفتكر بأنه في مجتمعات كاملة، تعرف أنا رايح على كنائس كتير كبيرة بالعالم، وإن شاء الله بمؤتمرنا رح يكون في عنا شخص عم يحكي بالمؤتمر من إندونيسيا، كنيسته 30,000 شخص، وشخص تاني رح يجي من واشنطن دي سي كنيسته 15,000 شخص. لكن في مشاكل هناك، وبتعرف كل ما كبرت الكنيسة كل ما زادت المشاكل. في مرة قسيس كان عم بيوعظ هيك وقاعد ابنه قدام، عم بيقول كنائس كبيرة مشاكل كبيرة، كنائس صغيرة مشاكل صغيرة. وبعدين عم بيحكي الله بده ايانا نعمل خدمات ونكبر رغم انه رح يكون في عنا مشاكل اكتر، يمكن مشاكلنا رح تصير غير، يمكن مشاكلنا رح تصير مع البلد، اما بنكبر ونكبر وصوتنا بصير اعلى ونكبر واسم يسوع عم بيعلى وتأثيرنا عم بيزيد، لأن مشاكل يمكن غير نوع مشاكل، حروب من أجل الأمة، من أجل نفوس العالم العربي. وخلص الوعظة أجا لعند ابنه قال له بابا شو فهمت من الوعظة اليوم؟ واو كان حلو كتير خدمة. قال له ايه كان حلو. قال له شو فهمت الوعظة؟ قال له فهمت بأنه لازم يكون عندنا كنيسة صغيرة. قال له لا أنا قلتك، أنا قلت كنيسة كبيرة مليانة بالحياة تأثير. قال لا انت قلت كنيسة كبيرة مشاكل كبيرة، كنيسة صغيرة مشاكل صغيرة، مين بده مشاكل كبيرة يعني. ان شاء الله انتم اليوم تكونوا فهمتوا شيء ثاني من الوعظة هذا. قال كل غصن لا يثبت فيها يطرح فيجف ويطرح بالنار فيحترق. في أشخاص جافة ومحترقة يعني غير ثابتة بالكرمة. وأنا اليوم أصلي بأنه محور حياتنا هو الكرمة والثمر. اسمعني، شو اللي بيخلي الشجرة تثمر؟ آخر شيء ونهار أحد رح كمل. شو بيخلي الشجرة تثمر؟ ها؟ رح لك شو بخلي شجرة تثمر. الشيء اللي بخلي أي شجرة تثمر مش لأنه مركزة، يعني الشجرة مثلا تكون عاملة هيك عرفتني ومركزة ليطلع تطلع ليموني تكون هي عم تشد، في حدا تحت عم يقول لها بوش ليموني يلا واحدة ثانية، بتشد الشجرة تعمل هيك قصص ليمونتين. طولوا بالكم لحظة، ليمونتين كتار تلاقي شتلة صغيرة مليانة ليمون. تعرف شو اللي بيعمل بيخلي شجرة تثمر؟ هي بصحة جيدة. اسمعني، إذا كانت شجرة بصحة جيدة ما بدها لا تشد ولا تعمل شيء، بدها شوية شمس اللي هو الله، بدها شوية ماء اللي هي الكلمة، وبتلاقي حياتها مليانة بالإثمار. ما بدها شيء تاني، بدها نتفت شمس نتفت ماء اسمعني وتربة جيدة، قلب صالح، قلب ملان مش حجار وشوك اسمعني وصخر، قلب تربة جيدة تلينتو السمر وسمر يدوم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسم. خلينا نوقف مع بعض. هذه سنة الكرازة، سنة الأحلام، سنة رؤى. ارفع يديك أمام الرب،
قال له سيدي علمني شو معناتها انه اثبت فيك. ان شاء الله الايام القادمه رح تسمعني عم بحكي اكثر عن العلاقه مع الرب، عن حياه حقيقيه مع الرب في بدايه هذه السنه. ارفع يديك قل له يا رب بدي انه ترجع تعيش علاقتي معك. اذا انت بعد ما بلشت تقرا الكتاب المقدس هذه السنه، يمكن بعد ما فات الاوان، هلا بلش من جديد. خد القراءات اليوميه تبع السنه كلها وبلش اقرا كل يوم. بلش يكون عندك اوقات مع الرب كل يوم، بلش يكون عندك اوقات حقيقيه معه كل يوم، بلش يكون عندك علاقه حقيقيه معه كل يوم، بلش تعيش معه، بلش انه هو محور حياتك، مش التلفزيون ولا الاكل ولا الشرب ولا بنوع الصبح شو بدنا ناكل وبعدين بنروح على الشغل شو بدنا نتغدى وبعدين شو بدنا نتعشى وين بدنا نسهر وشو عاملين الليله وشو البروجرام. لا، يا رب المحور تبع حياتي هو انت، ملكوتك، البر، النفوس، العالم، الخلاص. يا رب هذا هو محور حياتي. ارفع يدك له سيدي غيرني، غيرني يا رب، لانه عايش من اجل، تعرف بسموه هيك بالعالم الانترتينمنت، عالم التسلي، البزنس تبع الانترتينمنت. عايش كرمال كل يوم الانترتينمنت، عايش كل يوم بروجرامات، شو بدي اعمل، شو البروجرام بدي احضره، وين بدي اروح، مع مين بدي اسهر، مع مين بدي اقعد، مين بدي، شو بدي اعمل الى اخره، وين بدي اصرف، شو اللي بدي اشتري، كيف بدي اغير بشكلي، اي بلد بدي اروح عليه الى اخره. اسمعني، الله بيعرف انه انت عندك هيك احتياجات، لكن انك تعيش كرمال هيدول رح تلاقي عمرك عم يقطع يوم بعد يوم بعد يوم، وضيعت هدف الحياة. انا قد اخترتكم، انا اخترتكم وعينتكم. ارفع يديك قل له سيدي اشكرك لانك اخترتني وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثمرا وثمركم يدوم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. يا رب علمنا شو معناتها ان نثبت فيك، علمنا شو معناتها يا رب ان يكون لنا حياه معك باسم يسوع. صلي اعطي الشخص اللي حدك قل له هاي سنتك، السنه رح يكون نورك عم بشع. هاليلويا، امين. قل له افكارك، قراراتك بهذه الحياه رح تتغير كلها، لانه الموضوع مش موضوع وين بدي اعيش احسن، الموضوع وين بدي اصبر اكثر. هاليلويا، نعم، وين بدي اثمر اكثر، وين في عندي ثمر اكثر، وين الرب دعيني لكي اثمر اكثر. الموضوع مش وين دعيني ليصير عندي بيت، وين دعيني ليصير عندي سياره، وين دعيني ليصير عندي حياه اجتماعيه احسن، وين دعيني من اجل ان اثمر اكثر، اذهب الى اقاصي الارض من اجل ان اثمر اكثر. هاليلويا. يا رب انا هلا بدي سلمك كل شاب وكل صبيه، كل بيت ممثل هون، تعال حط ايدك يا رب علينا جميعا. صلي انت معي للشخص اللي حدك، قل له رب اجعله يثمر، اجعله يثبت فيك وتثبت فيك وتحيا معك. اجعله يا رب حياته ومحور حياته هو انت، البر، الملكوت. مبارك هو الاتي باسم الرب، مبارك هو الاتي باسم الرب. هاليلويا. اذا في جفاف بحياه كل واحد سوف نتحدث عن هذا الموضوع باسم الرب يسوع. تعال يا رب انت وشيل منا كل جفاف باسم يسوع المسيح، ولك منك كل شكر لأنك سامع صلواتنا وتستجيب. كل شعب الله يقول نعم نعم آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين. هللويا. نعمة ربنا يسوع، محبة الآب، شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. أراكم نهار الأحد إن شاء الله الساعة 11 أو 7:30 المساء. اجتماعنا انتهى. رب يبارككم، كون معكم.